خلونا نكمل مع بعض بقى في حلقة النهاردة. أنواع الأنميات، وقفنا المرة اللي فاتت عند الليد بويزنينج، نوع من أنواع الأنيميا اللي بنسميها أنيميا تسمم الرصاص. دي بيقول لي فيها كلام مهم قوي، بيقول لي بيحصل فيها بلوك لحلقة البروتوبروفين أو للمسار بتاع البروتوبروفين اللي بيبقى مهم جدا في الهيم سينسز، عشان اصلا الدم يتكون والهيموجلوبين يتكون. مش احنا قلنا هو عباره عن هيم زائد جلوبين؟ طب والهيم ده مش قلنا جواه رينج اسمها بروتوبروفين؟ المسار بتاعها ده اتوقف خلاص بسبب التسمم اللد، فده هيسبب انيميا طبعا. وبعدين دي بتحصل كتير في الاطفال، بيقول لي بسبب ايه؟ اللد بيست بينت اللي هي الدهانات اللي فيها رصاص، اعراضها شبيهه باعراض الانيميا العاديه، بس فيها هنا ألم في البطن شوية وضعف في العضلات، بلو بلاك من الترسيبات كده لونها بلو أو بلاك. نوع الأنيميا دي نورموسيتك نورموكروميك. لو جيت أكتبها نوعها إيه في السي بي سي تأكدت منها. بعد كده بتبقى هي أصلا في السي بي سي نوعها بلاحظ إن هي نورموسيتك نورموكروميك. بلاحظ إيه في فيلم الدم؟ قلناها واحنا بنتكلم في الاشكال بتاعه الاربسيس اصلا، قلنا في حاجه اسمها في من ضمن التغيرات اللي بتحصل بقى كده بسبب امراض معينه، قلنا في حاجه اسمها بيسوفاليك ستيبلينج بتحصل في حالات انيميا الرصاص دي، بس ما بيقولش فيها اكتر من كده. المعلومه المهمه هنا ان انا اعرف البيسوفاليك دي. البروفيرس دي بيقول لي دي تعتبر وراثية، وبرضو فيها بلوك في البروتوبروفين بس واي زي مين؟ زي الليد اللي احنا لسه قايلينها. ده بيسبب تراكم في الانسجة ولارج اماونت يخرج كتير في اليورين وفي الفيسز. الاعراض برضو ابدومينال بين وسي ان اس وفوتوسنسيتيفتي. المهم هنا في البروفيا ان هي بتتميز برضو ان هي فيها حكاية السي ان اس ديس اوردر دي، وانا نعرف انها حصل فيها بلوك في البروتوبروفين بس ما بنذكرش فيها اكتر من كده. ميجالوبلاستيك انيميا دي لذيذة قوي. اصلا ما عارفين الميجالوبلاستيك انيميا دي اللي هي بتاعت ايه؟ نقص فيتامين ب12 او نقص الفوليت او اللي احنا بنسميه الفوليك اسيد، ودي اللي كان فيها الام سي في كانت اعلى من المعدل الطبيعي. فقلنا كده كرات الدم الحمراء نفسها الاربسيز بيبقى حجمها كبير، حجمها كبير طبعا اكبر من الطبيعي، نسميها ايه؟ ماكرو. عشان كده كنا هنقول عليها ماكروسيتك نورموسيتك انيميا. النورموسيتك دي لما بتكون في اغلب الحالات الام سي اتش، اصلا الام سي اتش سي كمان طبيعي فاقول عليها، انما الام سي في هو الاكبر فبقول عليها ماكروسيتك نورموكروميك. نخلي بالنا المهم هنا برضو في الميجالوبلاستيك ان هي عبارة عن ابنورمال حصل للدي ان اي سينسس، لو ديفكت في الدي ان اي سينسس. اصلا مهم جدا فيتامين بي 12 ده عشان الدي ان اي، ومهم ان انا اعرف ان في حاله الانيميا دي بيحصل بينيسيتوبينيا. يعني ايه بينيسيتوبينيا؟ يعني بلاحظ كده في السي بي سي كل حاجه قليله بينيسيتوبينيا، يعني حتى البليتلتس هتبقى قليله والوايت بي سيز مش بس ار بي سيز وكده، يعني انيميا من كله. يهمني برضو ان انا ابقى عارفه النوع ده، مهم جدا في لما يجي يقول لي ان في انيميا لقيت في فيلم الدم بتاعها اللي هو الجويل بادس، ولقيت حتى الار بي سيز النيوكليتد اللي جواها نواه، ولقيت البازوفيليك اللي هي بتتميز موجوده فين في الليد، والبابن هيمير بادس، لقيت كمان كوبيت رينجز ومعاها ارتفاع في ال ال دي اتش وارتفاع في الصفرة، الايرون ليفل كمان في ديستراكشن مجال بلاستيك سيلز اند بلاد والبلمر، شو فيها كل حاجه كده. لما يقول لي الانيميا دي فيها كل حاجه حتى النيوتروفيلز هيبقى سيجمنتد، في كمان الاوفال الماكروسايتس واخده شكل الاوفال، او في تيو دروبز لاحظناها. ما احنا قلنا تيو دروبز ديت كان من ضمن حالاتها مجال بلاستيك انيميا، فاكرين؟ لما يقول لي كل الحاجات دي واعرف انها دي ان ديفكت دي ان اسنسز، ده اللي يهمني فيها، ده اعرف ان دي الانيميا الميجالوبلاستيك بتاعت نقص فيتامين ب12 كده. شويه معلومات كده، وان احنا بنسميها الانيميا الخبيثه، وانها بيحصل فيها اكلوهايدريا يعني نقص في الاتش سي ال ديفكت، عشان مثلا المفروض بيساعد في الامتصاص من
اه من ضمن الحالات كمان اللي هي الاستئصال بتاع الخلايا اصلا اللي بتساعد على امتصاصه، فبيحصل نقص فيه. ممكن اه بيقول لي ديفيشنسي بسبب ميل ابسوربشن، مشاكل في الامتصاص، وممكن بسبب الدودة. الدودة دي ديفلوبسيريوم ليتيوم. وبيقول لي لو حصل توتال جاستروكتومي، لو حصل ناس اصلا فيجيتيريان بيجيلهم كتير انيميا نقص فيتامين ب12 من جالوبلاستيك انيميا دي. يهمني برضو ان انا ابقى فاهمه ان في الاعراض بتاعتها ال سي ان اس بروبلم. فيتامين ب12 مهم جدا عشان الاعصاب، حتى في ناس بتاخده كتير مكمل عشان مشاكل الاعصاب. فيتامين ب12 بينقص من 3 ل 6 سنين. هو بس المعلومات اللي انا قلتها دي هي دي المهمه. في ميجالوبلاستيك انيميا تانية بس ناتجة عن نقص الفوليك اسيد، بيقول لي اعراضها مشابهة خالص ما عدا موضوع السي ان اس ده. طبعا بتبقى مشكلة في الدايت، او واحدة حامل دايما بيكتبوا لها فوليك اسيد، او مشكلة في الدايت يعني ما فيش مأكولات بتحتوي على الفوليك اسيد، او تكون حد بياخد ادوية اصلا ضد الفوليك اسيد ده زي الميزوتريكسان مثلا. في نان ميجالوبلاستيك ماكروسيتيك انيميا، بس نان ميجالوبلاستيك يعني الخلايا فيها بتبقى ماكرو برضو، فعشان كده سميناها من ضمن الماكروسيتيك انيميا، بس تعتبر نان ميجالو لان هي مش نقص فيتامين 12 او فوليت، هي بتبقى بسبب الكوليزم مثلا او ليفر ديزيز او كده، وبيبقى فيها ايه اسيليريتد في الاوسيوبيوسيس، فبخلي الخلايا حجمها كبير. ونخلي بالنا الاريثروسايت هنا راوند، الفرق ده جوهري يعني فرق كبير مهم جدا، ان الاريثروسايت في النان ميجالوبلاستيك راوند مدوره عادي، ما هياش اوفال از الميجالوبلاستيك انيميا، رغم انها ماكرو كبيره برضو بس راوند. بعد كده الايبلاستيك انيميا. الايبلاستيك انيميا بيقول لي ده حاله من الفشل بتاع البون مارو. بيبقى فيها طبعا بيني سيتوبينيا، كل حاجه قليله، بقى فيها انيميا او بيسيس قليله والبليتلتس قليله والوايت بيسيس، دي معنى كلمه بيني سيتوبينيا. في المعمل هنبص نلاقي طبعا كل حاجه قليله، هيموجلوبين هيموتوكريت وتوكلوسايتس، بس هي نوع الانيميا بتاعها اسمها نورموسيتيك نورموكروميك، يعني بتندرج تحت النورموسيتيك نورموكروميك برضه مش مايكرو، رغم البيني سيتوبينيا الشديد ده. مفيش استجابة للإريثروبوتين، اه طبعا بدليل ان الفشل النخاع في ان هو ينتج خلايا طبيعية العدد الطبيعي بتاعها، بتحصل في الغالب للناس الكبار فوق 50 سنة، وقليل قوي في الأطفال. ايه كمان شوية كلام برضو كده. اهم حاجة بيقول لي انها عشان تتعالج اصلا بعمله بون مارو او ستيم سيل ترانسبلانت، نقل النخاع اصلا، او يدوا اميونو سبريسور وكده. ممكن تبقى سببها جيني او اكوارد او اديوباسيك، مش معرف لها سبب خالص. ممكن من الاسباب مثلا الجيناتيك للايبلاستيك انيميا، الدورفيزم، حاجه اسمها فانكوني انيميا من اعراض الدورفيزم ورينال ديزيز ومنتال ريتارديشن. انما المكتسبه دي بسبب حاجه، بياخد ادويه مثلا زي الانتيبيوتكس الكلورامفينيكول او السلفونامايدز، وحد بياخد جرعات مكثفه لمده طويله تعمل لهم كده فشل في النخاع. بعد الكيميكالز ممكن تسبب كده زي المبيدات مثلا الهربيسايدز. يعني شفنا الابلاستيك انيميا ممكن تبقى مكتسبة، ممكن تبقى بسبب فيروس حصل سببها. ايه بقى برضو دي موضوع سؤال، ايه الفيروسات او الامراض اللي ممكن تكون مسببة الانيميا الابلاستيك انيميا، او لو جه فيروس معين زي سيتوميجالو فيروس او البي 19 برا فيروس ده ممكن يسبب انيميا ايه؟ دي تيجي سؤال ودي تيجي سؤال. فيروسات دي والهيباتيتس وسيتوميجالو فيروس والنشتاين باي فيروس ممكن يسببوا في الاخر من كتر ما هم موجودين بشكل مستمر مفيش لهم علاج وكده، ممكن يسبب ايه بلاستيك انيميا. الراديشن والكيموثيرابي ممكن يسبب ايه بلاستيك انيميا. الميلودو ديسبلاستيك سندروم لو كنا ذكرنا مع بعض الجزء بتاع الليكوسايتس بقى وامراضها، من ضمن الامراض الشهيره جدا الميلودو ديسبلاستيك سندروم دي، غير اللوكيميات وحاله اسمها بروكسيمال نكتوريال هيموجلوبينوريا.
كل ده ممكن باستمراره يحصل بالتبعية نتيجة له الإبلاستيكانية، ويبقى نوع أكوايرد من البلاستيك. في 50 لـ 70% أصلا جيوباسيك بقى، مش معروف لها سبب أصلا. بيقول لي نخلي بالنا بقى، في حاجة اسمها دايموند بلاك فورم أنيميا، ده نوع بقى أنيميا كده ما بيقولش فيه إلا سطرين بس، مهم جدا جدا. ايه دايموند بلاك فورم ده؟ عبارة عن تروس الإبلاشيا. تروس الإبلاشيا معناها المشكلة كله في الريد سيل، ريد سيل إبلاش. انما الليكوسايت والبليتلتس نورمال في النمبر، ده بيفرق لي بس بينها وبين الإبلاستيك عشان ما نتلخبطش. وراثية اه طبعا وراثية، اوتوسومال انهيرتنس اسمها دايموند بلاك فورم بلاك فين. ساعات تتنطق بلاك فين. الميلوفاستك، فاكرين الميلوفاسك ديت؟ جبت سيرتها برضو واحنا بنتكلم في اشكال الخلايا. الميلوفاسك انيميا دي عبارة عن هايبو بروفليفريتيف، الكلمة المهمة ان انا عارفة ان هي هايبو بروفليفريتيف، يعني ايه؟ مش زيادة في النشاط، لا ده قلة في النشاط، بتحصل بسبب مثلا لو حصل ريبليسمنت بون مارو، بسبب مالجنانت مثلا ولا حاجة سيلز، يعني في الكانسر، يعني انيميا ناتجه بسبب الكانسر اللي بيحصل في النخاع، ده مرتبط اكتر لما بيبقى فيه كانسر مثلا برضو عضوي بس حصل له ميتاستاسيس، انتشر اكتر، ربنا يعافينا، زي البريست كانسر، البروستيت، اللنج، الميلوما. نوع الميلودو فيسك دي انورموسيتك نورمال كوميك انيميا، ممكن نعتبرها لوكو ريسيو بلاستيك. تمام كده. بعد كده يبدأ يكلمني على نوع انيميا اسمه البلادلوس انيميا، انيميا فقد الدم. ده في فقد للدم حصل وهو ده اللي سبب انيميا، في زي نزيف كده. فالنزيف ده يا اما بيحصل اكيوت يا اما بيحصل كرونيك. بيقول لي الفرق ما بينهم، وطبعا هي سواء كده او كده هي طبيعي بتبقى نورموسيتك نورمال كوميك انيميا. بس بيقول لي ان التحاليل بتاعت الكرونيك اثبتت ان هو بعد فتره كده من فقد الدم ممكن بالتدريج كده هتتحول الى مايكروسيتك هايبوكرونيك، بسبب كتر فقد الحديد اللي هيبدا يحصل هيخلي الخليه حجمها صغير والام سي بي قليل، فتتحول من نورموسيتك لمايكروسيتك بعد فتره. الكرونيك بتبقى بعد فتره، في حد عمال بيحصل تدريجي كده، ناس في عنده خصوصا الناس اللي في جاستو انترنال بليدنج مثلا عندها. بعد كده بيقول لي الهيمولاتيك انيميا دي انواع، يعني في مثلا على حسب هي سبب ايه، على حسب السبب بيكون الانواع بتاعتها. يعني في مسببات معينه، بيقول لي عوامل داخليه، عوامل اثرت في الجسم من جوه كده مش بسبب حاجه خارجيه، ومن ضمنها مثلا الهيرديتي سيفيروسايتوزيس. احنا اتكلمنا عن السيفيروسايتوزيس دي كتير، ايه وضع الخليه، بيبقى شكلها ايه، وضع السيفيروسايتس، يعني الحاله بتاعت السيفيروسايتس دي. دايما بيقول لي الام سي اتش سي دي النقطه دي مهمه جدا، خاصه بالهيرديتري سيفيروسايتس. كلمه هيرديتري يعني وراثيه، انها الام سي اتش سي تبقى اعلى من 37، دي حاجه بتميزها جدا. كل بقيه الكلام مواصفات السيفيروسايتس، يعني شكل الخليه عامل ازاي. الهيرديتري اليبتوسايتوزيس، يعني من اسمها كده هيبقى فيه اليبتوسايتس كتير في فيلم الدم، واضحة فيها الاليبتو دي اللي احنا بنقول عليها ساعات الايفالو، هتبقى موجودة بالشكل الاليبتو كده، كأنها واخدة شكل طولي طولي كده بيضاوي بالطول، يا اما الايفالو قصدي بيضاوي، يا اما الاليبتو شكل العصيان كده. وبيوصف هنا شكل الخلية ايه، ولايف سبان بتاعتها اكتر من 25% في الايفالوسايتس بس. وكمان من ضمن الانواع الوراثيه الهيرديتوس ستوماتوسايتوزيس، اللي بيساعدنا ان احنا نحفظ الاسامي كل انواع الخلايا بقى المختلفه اللي احنا اصلا خدناها بالكلام اللي بيندرج تحتها. هو بيقوله لي هنا تحت انواع الانيميات اللي هي ايه، البلاتلوس، البلاتلوس بتاعت فقد الدم، اللي بعد الاليبتوسايتوسيس الهيرديتري ستوماتوسايتوسيس، ذكرناها قبل كده، قلنا يعني ايه خليه تبقى ستوماتوسايت، دي بتتميز بايه، شكلها ايه بالظبط، وشفنا صورتها، وكان سببها ايه، بيرميبيليتي الصوديوم والبوتاسيوم، بقى في مشكله.
لو اديت في اكانسو فكين الاكانسو اللي كان اهم حاجه فيها ان انا اعرف سببها انها ايه، بيتا ليبوبروتينيميا، كان خلل في الدهون يعني في اكسس كوليسترول في الجدار فعمل شكل الخليه بقى كانسو وعرفنا شكلها بالصور. من ضمن الانيميات الوراثيه غير كل الاسماء ديت بتاعت اشكال الخلايا المرتبطه باشكال الخلايا الار بي سي دي، الجي 6 بي دي، انيميا الفول دي اظن يعني حتى اصلا فيها حلقه عنها بالتفصيل، وكان اكتر حاجه بتميزها لما اتكلمنا عنها الهاي نس بادز تبقى موجوده فيها، الهيموجلوبين متحول لمس هيموجلوبين. في كمان ايه مهم، في توكلوسيتوزيس طبعا من كتر التكسير اللي بيحصل فيها، البيوفيت كاينيز ديفيشينسي. لو نفتكر بقى اكتبوا لي في الكومنتات كده احنا قلنا فيها اكتر حاجه بتميزها ايه، جبنا سيرتها امتى. واللي يهمني هنا برضو في الصفحه دي ان انا اعرف ان هي اوتوسومال ريسيسيف ناتجه عن نقص في الامبيدد ميرهوف باسوي ده بتاع التنفس بتاع الاي تي بي، يعني حصل نقص في الاي تي بي لما حصل خلل ديفيشنسي في المسار ده، فطبعا هيحصل خلل في الصوديوم والبوتاسيوم ليفل، هيغير في شكل الاربسيز. افتكروا معايا؟ لا خلاص اصلا مكتوبة، كان دايما بيخلي الشكل متحول لإشينوسايتس، قلناها في النوع بتاع الإشينوسايتس، فاكرين شكلها؟ في نوع بقى اسمه بروكسيمال نكتوريال هيموجلوبيناري، التبول اللا ارادي الليلي، ده انيميا. هو مش بول بقى، مش مجرد يورين نازل، ده نازل بدم، بدم كتير معاه، بيحصل كتير، بيحصل في الاطفال نادرا يعني ما يحصل في الكبار، والحاله دي حاله وراثيه. من ضمن الامراض اللي بيحصل فيها بلاد لوس كتير، فقد للدم كتير، فعشان كده حطها ضمن الامراض اللي بيبقى فيها بلاد لوس. في حاجه هنا بتميز بقى البروكسيميال ديت مهمه جدا، دي مواضع اسئله بقى كتير فيها، بيجي ان هي الاختبار بتاعها ايه التاكيدي لها بيساعد في تشخيصها، اسمه هامس اند شوجر ووتر تيست، اسمه كده هامس اند شوجر ووتر تيست، ده مساعد في التشخيص. اللاب سكور اللي هو ايه، الليكوسايت الكالين فوسفاتيز، ده اختبار كده بنحدد فيه سكور معين بيبقى قليل فيها، نخلي بالنا من النقط دي عشان هنقارن بينها وبين انواع انيميا بعد كده. اللاب فيها هاي سكور، اللاب سكور ده يعني بيبقى عالي. ايه كمان بيقول لي ان انت ممكن تشخص اصلا وتاكيدي اكتر، ودلوقتي هو المعتمد اكتر تشخيصي اكتر لحاله البروكسيمال دي، البروكسيمال نكتوريال دي بالسي دي ماركر. سي دي ماركر دي ماركرز كده بتبقى موجوده على سطح الخلايا، كل تحاليل لها مركز معين، احنا بنعمل تحليل للمركز ده موجود وطلع بس خلاص بعرف ان المرض ده موجود. السي دي هات بتاعتها دي بيسأل فيها برضو كتير، السي دي 55 و59 حالة البرموكسل دي. بعد كده الهيموليتك انيميا نتيجة اكسترينسك او امينيو ديفكت، يعني عوامل خارجية، دي بقى مش زي العوامل الداخلية، دي مختلفة عنها شوية. لما خلصنا بقى أنواع الأنيميات اللي هي سببها يقول لي due to intrinsic defect يعني نتيجة عوامل داخلية، اللي هي كانت وراثية من الآخر كده يعني قصده اللي هي كانت لأسباب وراثية داخلية، يعني أي جينات اتورثت بقى عنده أنيميا سيروسيتوزيس، بقى عنده إليبتوسيتوزيس. إنما الهيموليتك انيميا تكسريه بس نتيجه عوامل ديفكت خارجي اكسترنسك، ده بيبقى في الغالب لا اكسام مضاده، في حاجه حصلت دخلت عليه زي ما نقول كده اكتسبها، بقى عنده انيميا هيموليتك انيميا تكسريه وفقد للدم وكده، بس نتيجه اكتساب حاجه، في حاجه حصلت. فبتتقسم بقى الاكسترنسك دي لاميونو ديفكت ونان اميونو ديفكت، اي حاجه تبقى اميونو ديفكت دي بتبقى نتيجه ايه، اجسام مضاده، يعني في حاجه في الجهاز المناعي خلل حصل نتيجه حاجه اكوايرد اكتسبها عملت له الهيموليتك انيميا الانيميا التكسيريه دي. فنيجي هنا بقى نشوف المهم في كل نوع وايه هي الانواع اللي بتندرج تحتها.
اولا لازم نبقى عارفين ان هي هيموليتك، يعني برضو لسه زي النوع التاني اللي كان قبلها اللي هو مسيتك نورمال كوميك انيميا. وهنا في عوامل اكواد اكتسبها خلت في تكسير في الدم في الار بي سيز يعني كتير وسريع، فادى الى ارتوكلوسيتوزيس زياده في الريدكس الخليه الشبكيه. اول نوع منها اللي هو اوتو اميون هيموليتك انيميا. ورم دي لو حد كان درس الانتي بودي في منها نوع انواع كتير، فاول ما يقول كلمه ورم دي اللي هي بتاخد درجه حراره الجسم اللي هي كانت الاجي جي، النوع بتاع الاجي جي ده دايما مرتبط باي حاجه ورم اوتو اميون. الار بي سيز بقت متحوطه بالاجي جي الانتي بودي دي او بكمبلمنت، ادى الى ان بقى فيه ماكروفاج تيجي تبتلع الار بي سيز ويحصل ريموف للانتي بودي اللي على سطحها ده، فيبقى كده في خلل في الممبرين وفي السطح بتاع، فاصبحت شكلها سيفيروسايتس، ما عادش نفس شكل ان في خلل حصل في الجدار، ما عادش نفس شكل الار بي سيز العاديه، تحولت لسيفيروسايتس. 60% من الحالات اللي بتحصل دي اديوباسيك، يعني ما مش عارفين سببها اصلا، ايه هو السبب الاكواد مثلا اللي ادى الى كده مش عارفين. 60% من الحالات بقيه الحالات قال لي لا ده بيبقى نتيجه مثلا مرض جاله على مدار عمره، ما هو احنا بنقول جاله دي عشان نفتكر ان هي حاجه اكسترنسك حاجه مش وراثيه. ايه هو المرض الاميون ريسبونس اللي يكون حصل ده، زي مثلا الليمفوسيتك لوكيم زي الليمفوما، او دراج مثلا تحفيزيه اللي حصلت للموضوع ده ادت له. المعمل بيأكد الحالة تشخيص الحالة دي بأن بنلاقي ام سي اتش سي فوق 37، نلاقي سفيروسايتس، بلاقي ارتكلوسايت كتير، بلاقي بلوربين عالية، ازماتيك فراجيلتي بزيادة، في اختبار اسمه ازماتيك فراجيلتي اختبار الهشاشية، النيوكليتد ار بي سيز بتبقى باينة في فيلم الدم، اختبار الدي اي تي لو شرحنا الهوموستاسيس والحاجات دي ممكن نبقى نشرح الدي اي تي بعد كده لو عايزيني ابقى اشرحه وعرفوني في الكومنتات. الاختبار ده بيكشف عن الاجسام المضاده اللي بتبقى تسبب اوتو اميون ديزيز، يعني طبعا هيطلع بوزيتيف مع حاله زي دي. وبيقول لي ده فرق جوهري، الحته دي بقى مهمه جدا، ما بينه وما بين الهيريديتري فوسيتوسس، عشان افرق ما بين النوعين دول وبعض بعمل اختبار الدي اي تي ده. لان ايه السيفيروسايتوزيس فيها سيفيروسايتس برضه في البلاد فيلم، وكان فيها الام سي اتش سي اعلى من 37، فهفرق ازاي والاعراض متشابهه خالص. قال لي اعمل اختبار الدي اي تي ده. ده اول نوع اللي هو اوتو اميون. تاني نوع اوتو اميون برضه بس كولد بقى بدل ما بقول ورم، الام سي اتش سي بتبقى برضه فوق 37 وبرضه بوزيتيف دي اي تي وبرضه الصفرة بتعلى. الحاله دي بقى ايه، انا بتكلم في كولد يبقى ما ينفعش اقول اي جي جي، نوع الانتي بودي اللي متحول بالار بي سيز هنا هيبقى اي جي ام، يعني نفس اللي بيحصل هناك، بس يعني هيجي فاجوسيتوزيس هتبلعها وتحللها الار بي سيز وكده. بس بيقول لي الانتي بودي اللي محاوطه الار بي سيز هنا في الكولد هيبقى اسمه اي جي ام، من نوعيه الاي جي ام. في حاجه مهمه هنا برضو بيبقى يسال فيها في الاسئله اللي انا شفتها، بيكرر سؤال الانتي بودي از يوجوالي في نوعيه الكولد اوتو اميون هيموليتيك انيميا بيبقى انتي بودي من نوع ايه، بيبقى من نوع الانتي اي. بيقول لي ممكن يبقى انتي اي سمول. تمام كده. برضو الحته اللي جايه دي مهمه، ان سببها ايه، يعني الاي جي ام اصلا حاوطه الار بي سيز دي جت بسبب ايه. عدد كبير منها اديوباسيك مش معروف لها سبب، بس ساعات بتبقى سكندري نتيجه، يا تحصل ثانويه نتيجه اصابه بحاجه تانية. ايه هي بقى الحاجه هنا اللي في حاله الكولد، المايكوبلازم نومينيا. المايكوبلازم نومينيا، مايكوبلازم نومينيا او نتيجه لنفوما او المونوكلوزس، لازم برضو نبقى حافظينها عشان لو جت في الاختيارات الثلاثه دول من ضمن الاسباب الكولد بتاعه ايه الاي جي ام، اصابه اصلا انفكشن حصلت ادت في الاخر للاوتو اميون هيموليتيك انيميا، يعني واضح انها سبب خارجي وحاجه مش مولود بيها، يعني ده انفكشن حصلت لها ونعرف ان دي تبع الكولد. واحده بقى كمان من ضمن الانواع اللي انا بقول خارجيه دي
بيوكسيمال برضو، بس كانت التانية في العوامل الوراثية الداخلية كان اسمها ايه، كان اسمها بروكسيمال هوت هيموجلوبينوريا، دي كولت. كانت التانية نايت، اللي هو لما انا قلت لكم معناها بالعربي تبول الرئة الدموي الليلي، لا دي كولت. كولت طيب تمام. يا ترى هيبقى هنا طالما من نوعية الاميون يبقى هنا في برضو انتي بودي محاوطها. هنا بقى بيقول لي لها اختبار مخصوص اصلا بيأكدها وتأكد شك الدكاترة في الإصابة بيها، اختبار اسمه كده لازم ابقى حافظاه كويس قوي، اي جي جي بيفاسك دونست لندشتر انتي بودي. تمام، خاص بايه، بانهي نوع بالظبط من الانتي بودي، بي سبيسيفتي نفتكرها بي بي باكسيمال، بس باكسيمال كل ان هي السبيسيفتي لانهي انتي بودي بالظبط البي. يعني في انتي بودي انواع كتير، الار اتش بتاعت ال لو جينا برضو نشرحها هنلاقي من ضمن نوعها في بي اللي هي سبيسيفتي للبي، وكولد لانها ده اقل من 20 درجة فنقول عليها كولد. بيبدأ يحصل بقى ان الكومبلمنت يحاول تقربسيس كده عند اقل من 20 درجة، وفي الحالة دي لازم اعمل ورمد عند 37 لعينة الدم بتاعتي. سببها ممكن تبقى ديوباسيك زي بقية الانواع اللي احنا قلناها، وممكن تبقى سكندري نتيجة حاجة تانية، نتيجة ايه المرة دي هنا انفكشن فيرال، اصابة فيروسية، المثلث اللي هو بيسبب الحصبة او المنبس اللي هي النكاف، اند النون هوتكن لنفوما نوع من انواع اللنفوما. لو شرحنا اللنفوما بالتفصيل هناخدها وناخد كل حاجة عنها. النون هوتكن لنفوما ده يعني بسبب كانسر اصابة فيروسية، اللي فوقها كانت بسبب ايه، اصابة بكتيرية ميكوبلازما هيومينيا او مونوكلوزس. لازم نفرق كل حاجة فيهم، السبب السكندري اكتر الشائع اكتر اللي ممكن يسببها ايه هو. في نوع كمان الهيموليتيك ترانسفيوجن اكشن، دي بقى اسهلهم اسهلهم بقى ليه، واضحه خالص، انتي بودي دخلت نتيجه نقل دم او نتيجه الحمل، نتيجه نقل دم بانتي بودي يعني ايه، ظهرت يعني اختلاف فصيله، دي حاجه مستجده بقى هي من نوعيه الانتي بودي الاميون، وحاجه اكوايرد اكتسبها مش مولود بيها طبعا، زي الاي بي او انكومباتيبلتي يعني بيقول لي في حد اتعرض لنقل دم عمل له هيموليسيس على طول بسبب اختلاف انتي بودي دخل عليه، خصوصا من نوعيه الاي جي ام انتي بودي، او بسبب او مثلا من ضمن الهيموليتيك ترانسفيوجن اكشن اللي حصل ده غير الاي بي او انكومباتيبلتي في هيموليتيك ديزيز بتاعت النيو بورن، ده نوع تاني بقى برضو كل انتي بودي حصلت سبب الام الار اتش نيجاتيف وان البيبي بوزيتيف زي باباه، فطلع انتي بودي اتكونت واتنقلت من البلاسنتا للبيبي عملت دستروي للار بي سيز بتاعته، خصوصا مين اللي بيتاثر، النيكست فيتس. تمام، دي احنا عارفينها مفيش فيها كلام يعني، ويا ما شرحناها. وهنا بيقول لي طب التحاليل بتبقى ايه، طب الاثار بتاعتها ممكن تسبب ايه. بعد كده الحاله الثانيه اي بي او انكومباتيبلتي برضو، بس يعني عدم توافق للفصيله، بس هنا مش حكايه الار اتش بقى هي اللي مختلفه، الام لما بتبقى او وعندها الاي جي جي انتي بودي والبيبي بتاعها الفيتس اما يكون جروب اي او جروب بي، الاختلاف ده يعمل هيموليتيك انيميا من نوعيات الاكسترنسك الاميون خارجيه يعني مكتسبه. وبيقول لي هنا بيبقى مايلد او مفيش انيميا خالص، الموضوع اهون شويه من النوع اللي فوق وبتاع الار اتش بتاع الار اتش انكومباتيبلتي يعني بتاعت النيو بورن للهيمولوتيك ديزيز بتاعت النيو بورن، وفيها سفروسايتس وفيها ويكلي بوزيتيف للدي اي تي، بس في طبعا زياده في البلوبين. بعد كده الهيموليتيك انيميا ديو تو اكسترنسك برضه ديفكت، بس ده الاميون هنا بقى مش مناعي، مش مناعيه دي يعني مش هجيب سيره انتي بودي خالص في الموضوع، دي بتتقسم هي طبعا نورموسيتك نورموكوميك، بس دي بتتقسم بقى مجموعه كده بتندرج تحت المايكرو اورجانو باسيك هيموليتيك انيميا ثلاث انواع، وحاجه اسمها مارش هيميونو جلوبينوريا واسباب اخرى كده اذر كوزيس. الاذر كوزيس دي اللي هي ايه،
عارفين اللي بيبقى مثلا حد خد إصابة معينة كده زي الكوليستيروديوم، لا مثلا ده خد أدوية معينة هي اللي أدت لكده، التروما، الهارت فالفس البروستيك، كيميكالز معينة، سناك في نوم، البيرنس برضو الدرجة الثالثة ممكن تعمل كده. مجمع يعني في الأزهر كوزيس دي أسباب مختلفة. المارش ده هيموجلوبينوريا، دي حالة كده بينزل فيها دم برضو بسبب هيموليتيك أنيميا، بتحصل أكتر لما الجسم بيتصدم بحاجة صلبة. يعني مين مثلا؟ التنس بلايرز، الماراثون رانرز، اللعيبة أكتر بتوع الماراثون، لعيبة التنس، لأن دايما جسمهم ممكن يتخبط في هارد سيرفس فعمل تروما فعمل نزيف، فبالتالي هيموليتيك انيميا من انواع الاكسترنسك. ومفيش بقى هنا في الموضوع خالص اللي مش مسبب للموضوع الهيموليتيك انيميا والتكسير اي انتي بودي ولا حاجه. والثلاث انواع بتاعه الماكرو اورجانو باسك دي، في نوع اسمه جي اي سي، النوع ده بيحصل فيه جلطات جلطات وبعدها بيحصل نزيف، ممكن نبقى نشرحه بالتفصيل لما نيجي نتكلم في الهيموستاسيس، بشرح في الهيموستاسيس بالتفصيل. الدي اي سي الهيموليتيك يوبيك سيندروم، دي حاله بتحصل برضو ممكن تسبب رينال دامج، بتحصل في الاطفال اكتر، اللعب بالذات اللي بيحصل لهم جاستو انتستاينال انفكشن من الاشرشه كولاي. حاله التي تي بي دي مشهوره برضو في الكبار بقى اكتر، يعني اختصارها ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيا بروبيورا، خاصة بديفشينسي في انزيم اسمه الاديميتاس 13، فبيأثر على عوامل التجلط ويعمل نزيف ويعمل بالتالي هيموليتيك انيم. ومن اشهر العوامل اللي بيأثر عليها الفي دبليو اف، دي برضو اللي ذاكر الجزء التاني من الهيماتولوجي يعرف يعني ايه تي دي بي كويس وكده، وبشرحها هناك بالتفصيل. فشفتوا الثلاث اسباب دي، هيموليتيك يوريميك، تي دي بي، المارش هيموجلوبينوريا، وبعدها اثركوزس. كل دول تبع ايه؟ النان اميون ديفكت. انا هقف كده في الحلقه هنا عند الهيموجلوبين باسس، الامراض بقى الخاصه بخلل في الهيموجلوبين، هتبقى لذيذه قوي وهنبسطها مع بعض. لو لكم اي سؤال اكتبوا لي في كومنت بقى في الجزء اللي احنا شرحناه النهارده، لو في اي تعليق، لو في جزء محتاجين نشرحه تاني باستفاضه، حابين نكمل ولا ما نكملش. لو عجبتك الحلقه لايك وشير، خليها توصل لاكبر عدد، خلي كل يستفاد، نذاكر كلنا مع بعض. سلام عليكم.